معناها النصوص القانونية اللي طايح بها قائمة هي تبرئ قائمة جلالة قيا ولا توقع بقائمة جلالة قيا. بالعكس هو اعتمد على فصل 28 برك. فصل 28 ما فيش ما ادعاه أنه موجود. ثم كيزيدوه المجلة الانتخابية تقول يصبح النصوص القانونية تبرئ هذه القائمة وتعطيها حق المرور إلى الانتخابات. باهي أنا أخشى أن يكون هذا القرار قرار باطل، قرار ظالم، قرار متجنن، قرار لا قانوني، حتى لا أقول قرار لا أخلاقي. إن شاء الله ما يكون شك، إن شاء الله يا ربي، لأنني أحترم كل أعضاء اللجنة ولا أتمنى لهم أن يكونوا ظالمين. وهو ما يدعوني إلى التساؤل، هل هي محدودة كفاءة لدى أعضاء اللجنة؟ نص واضح لا يخضع إلى تأويل، واضح قاطع ظاهر، ما فيش ما تأول وما تقرأ، يعطيك الدليل، يعطيك الدنيا كل واضحة قدامك. العديم الكفاءة ما نتصور. هل هو أنا أتسأل، هل هو تحدي المقصود لنص القانون؟ هل هناك مثل ما يروج في الكواليس وروج في الكواليس خاصة يوم السبت وأنا وكبت من الصباح لليل أن هناك ضغوطات من جهات خارجية سلطت على لجنة الاستئناف لاتخاذ مثل هذا القرار؟ خاصة وأنا ثابت ومتأكد من معلومتي أن هناك طلبات وجهت إلى قائمتين من أجل سحب الطعون مقابل أن تمر مش من لجنة الاستئناف، من أطراف متداخلة خارجية، عارفين باش يكون واضح، اسحبوا الزوز وخلي تقعدوا الزوز وفك علينا. وهو ما لم يتوصل إليه طرفين لغ في وقت من لحظة من اللحظات كانوا مش يسحبوا، بعد تفطنوا إلى أن الطرف الثالث يجب أن يسحب لأنه هو بيدو طاعن، أما كانش بيصير حتى شيء.